ونروح لأخبار النادي الزمالك، ونبدأ من عند الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوماز، واللي حدد يوم 17 أكتوبر ميعاد لسفر بعثة الفريق لدولة الإمارات المشاركة في طبعا بطولة كاس السوبر المصري، وهي البطولة اللي بيشارك فيها الرباعي الزمالك والأهلي بيراميدز وسيراميكا كيلو باترا. مستر جوزيه جوماز قرر أنه يكون السفر للإمارات قبل البطولة بثلاث أيام، وشايف أن ده وقت كافي جدا، ومن المقرر أن يعود الزمالك للتدريبات يوم السبت اللي جاي بعد الاجازه اللي منحها جوماز للاعبين بعد بطوله السوبر الافريقي، واللي نجح الفريق في الفوز بيها على النادي الاهلي بضربات الترجيح بعد ان انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق. استقر مجلس الزمالك على عقد جلسة جديدة مع سامسون أكينيولا خلال الأيام القليلة اللي جاية من أجل محاولة التوصل لحل لمشكلة اللاعب وفسخ التعاقد معاه بالتراضي. وكشف مصدر داخل الزمالك أن المجلس بيسعى لتقديم عرض لسامسون يقتضي بحصوله على جزء من قيمة عقده مع النادي على أن يتم إنهاء عقده مع النادي. بيحاول مسؤولي النادي لعدم افتعال أزمة مع اللاعب وفسخ عقده دون التوصل الاتفاق حتى لا يدخل النادي في أزمة جديدة ويقوم اللاعب بشكوى النادي في الفيفا، خاصة وأن المجلس بيسعى لإغلاق ملف قضايا اللاعبين السابقين ضد النادي. وكمان في حرص من مسؤولي نادي الزمالك على قيد سيف جعفر لاعب خط وسط الفريق في القائمة الإفريقية للفريق، وعلى الرغم من قيد اللاعب في القائمة الإفريقية إلا أن مجلس الإدارة اتفق على رحيل اللاعب حال وصول عرض ليه خلال الأيام القليلة اللي جاية. بينتظر مجلس الزمالك وصول عروض رسمية للاعب للمفاضلة بينهم واختيار الأنسب للنادي وللاعب كمان، خاصة وأن مستر جوزيه جوماز المدير الفني للفريق هو اللي طلب رحيل اللاعب حتى لو على سبيل بعد ما أكد عدم الحاجة لجهوده في الفترة اللي جاية في ظل وجود تألق من لعيبة خط الوسط ورغبة النادي في ضم كمان لاعب جديد في خط الوسط في الأيام المقبلة. فطبعا هنكون بنتابع هذا الملف بجانب ملفات لها علاقة طبعا بالميركاتو الصيفي بالنسبة لكل الأندية.